الله الله والحمد لله يا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله وإياكم لكل خير ما زلنا في الحسن والقبح المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض قال ونفي الغرض من فعله تعالى يستلزم العبث نعم كل فاعل واع ليس له غاية في فعله ويعبث نعم لكن الغاية على قسم غاية استكمالية غاية ليست استكمالية الغاية الاستكمالية هي التي نفها الحكمة أما الغاية التي الاستكمال فيها ك ذاته المقدسة التي هي غاية الغايات فهذه ثابتة لله تعالى ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه يعني إذا استشكل المستشكل وقال جيد وهذه الغاية تعود لنفسه يلزم الاستكمال يقول لا تعود لغيره أقول اختلف الناس هنا فذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيء لغير فائدة وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد مبنى الأشاعرة نعم والدليل على ذهب والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث والعبث قبيح نعم، يعني على المعتزلة هذا الاستدلال صحيح على مبناه أنه يؤمنون بالحسن والقبح الذاتيين أما على مبنى الأشاعرة هذا الدليل إنسفه نسفا لأن اختلاف مبنائي نعم والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح يستحيل يستحيل هذا الدليل على أن الحسن والقبح عقليين إذا هذا الدليل مبنائي لا ينفع الأشاعرة يجب أن تبطل مبنى الأشاعرة من جهة أخرى، هم لا يفهمون هذا المنطق، احتج المخالف يعني الأشعري بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكبر بلا ذلك الغرض، نعم هذه منفية عن الله تعالى الحكماء نفوها وقالوا بغرض يعني غاية تناسب ذاته ما هي هذه الغاية؟ هي الذات والله تعالى يستحيل عليه النقصان والجواب النقص انما يلزم لو عاد الغرض والنفع اليه اما اذا كان النفع عائدا الى غيره فلا فلا كما نقول انه تعالى يخلق العالم لنفعهم آه هذا كلام من المعتزلة لا قيمة له الجواب هو هذا الغاية على قسمين غاية استكمالية غاية غير استكمالية الغاية الاستكمالية ممنوعة من الله تعالى فعل ل لأجل غيري أو لأجل نفسي لا يتكامل أما إذا كانت غايته هي ذاته المقدسة فنعم له غاية تناسبه ولا تؤدي إلى الاستكمال نعم وفعله إذا كانت غايته هي ذاته حتما فعله يكون في غاية الجمال و القيم تقول مثلا تعين الله بحكمته بالقيم حتى يتكامل الإنسان هل يستكمل هو بهذا هذه القيم الغاية ما هي حكمته تقتضي ذلك يعني إذا كنت أنت في دائرة الذات المقدسة وتسأل لماذا يا الله تعينت بهذه القيم آه المعتزل يقول آه حتى ينتفع الانسان والعاقل ماذا يقول؟ يقول مقتضى حكمته المطلقه ان يتعين بهذه القيم هذه هذه امور تقتضيها ذاته المقدسه ثم يترتب على ذلك ان الانسان يتكامل هذه مساله اخرى المساله الخامسه في انه تعالى يريد الطاعه ويكره المعاصي اكتب هنا إرادة تشريعية، لا معنى أن تكون إرادة تكوينية، لماذا؟ للإرادة التكوينية لا معنى للطاعة هناك ولا معنى للمعاصي. هناك كل شيء حسن بالحسن التكويني وكل شيء خير بالخير التكويني. نعم الله تعالى كمشرع يعني بحكمة تشريعية نعم في قوس الصعود والتكامل هناك عنده أوامر وعنده نواهي. يريد الطاعة ويكره المعصية كمولى وليس كإله تاك ويني قال وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي يعني الدليل هكذا وإرادة القبيح قبيحة يعني من يريد القبيح فإرادته قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن ترك إرادة الحسن قبيحة وللأمر والنهي يعني هذا دليل آخر وللأمر أن الله تعالى له حكمة وحيانية تشريع حكمة وحيانية يعني منها التشريع أوامر والنواهي فهذا خير الدليل على أنه يحب الطاعة ويكره المعصية أقول ذهب مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن اكتب الله هنا التشريعي من المؤمن الكافر سواء وقعت أو لا وقعت أو لا. اكتب تحتها مقتضى الحكمة التشريعية أن يكون المكلف مختارا يفعل أو لا يفعل مقتضى الإلزامات حكمة الإلزامات أن يكون المكلف مختارا وإلا لا معنى لهذه الإلزامات تلزم أنت الحجر لا معنى لها تلزم الحيوان بالغريزة لا معنى له تلزم المجبور لا معنى لها، إذا تلزم من كان مختار قد يلتزم وقد لا يلتزم. سواء وقعت أو لا هذه حكمتها أن الإلزامات تلازم دائما الاختيار. ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. التحليل هو التحليل. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. إذا كان المراد هنا المراد التكويني هناك لا معصية ولا طاعة. سلب بانتفاع الموضوع. اذا كنا في اراده التشريع فلا معنى ان يريد الله تعالى المعصيه كيف يريدها وينهى عنها. والدليل على ما ذهب اليه المعتزله وجهان، الاول انه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم فكما ان فعل القبيح قبيح فكذا ارادته قبيحه. نعم. وكما ان ترك الحسن قبيح فكذا اراده تركه قبيحه. هذا الدليل الاول على مبناه لان الحس والقبح ذاتيا الدليل الثاني انه تعالى امر بالطاعات نعم الاوامر كما قال المحقق الطوسي في المثل وللامر والنهي انه تعالى امر بالطاعات ونهى عن المعاصي والحكيم انما يامر بما يريده لا بما يكرهه وينهى عن عما يكرهه لا عما يريده نعم فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لا لا ما أمر بها ولو كانت المعصية مرادة لله, لله تعالى لما نهى عنها يعني إشارة إلى النظم التشريعي وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه نعم إذا كان الله تعالى يريد المعاصي لأنه فعل يعني لأن الكافر فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية وامتنع عما كرهه الله تعالى وذلك باطن قطعا وذلك ليرد عليهم وذلك باطن قطعا هذا كله ناتج من ماذا ناتج أن الأمور غير مفككة يعني الأشاعري لم لم يفكك بين نظام التكوين ونظام القيم لم يفككوا بين قوس النزول وقوس الصعود لم يفككوا بين النظم التشريعي والنظم الطبيعي يعني القيم الطبيعية لم يفككوا بين القيم في دائرة الإنسان والقيم في دائرة الله القيم في دائرة الله هي مصدر القيم يعني قيم مطلقة يعني الله خير مطلق نعم فلا لا يتموضع في دائرة القبيح من باب في بانتفال الموضوع هذه الأمور كلها عدم التفكيك بين الجبر والقضاء والقدر هذه الامور كلها غير مفككه في ذلك الزمان كانت العلوم ما زالت متهرية ركيكه الان لا هذه الامور كلها اتضحت واتسقت وتنظمت فتنظم العقل معها قال وبعض الافعال مستنده الينا والمغلوبيه غير لازمه والعلم تابعون نعم يأتي الآن إلى أدلة من أدلة من يؤمن بأن الله تعالى يفعل القبيح أو يريد المعصية وهذا خلط بين النظم التكويني والنظم التشريعي النظم التكويني يشمل قوس النزول يعني قوس الخلق وإعطاء الاستعدادات وقوس الصعود النظم التشريعي والقيمي ما عنده علاقة بقوس النزول عنده علاقة فقط في التكامل يعني التدرج في الكمال فيأتي الاختيار تأتي المسؤولية تأتي الإلزامات أقول لما فرغ المصنف من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم الخصم وهي ثلاثة الأول قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود هذا نظم تكويني نظم تكويني أنا الآن أطبق لكم التفكيكات لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة الأولى يعني الحجة الأولى الله فاعل لكل موجود في نظام التكوين اما في نظام التشريع لا معنى ان يفعل المعصيه قوس النزول نعم فتكون القباح مستنده اليه قباح اي في قوس في قوس التكوين ام قوس الصعود والقيم اي بارادته والجواب ما ياتي من كون بعض الافعال مستنده الينا يعني هذا جواب المحقق الطوسي وبعض الافعال المستنده الينا اكتشف تفكيك الماء ما هو اولا الحسن القبح في دائره قوس التكامل يعني في دائره القيم واذا قلنا قيم يعني في تكامل في الزامات حتما هناك اختيار وهناك مسؤوليه فالاختيار ركز عليه المحقق الطوسي وبعض الافعال مستنده الينا يعني ليست مستنده الى الله تعالى هنا هذا التفات جميل لماذا يلتفتون الى بعض التفكيكات الا انهم لم يفككوا طبيعه الابحاث تجرهم الى هذا الا انهم لم يفككوا هذه التفكيكات حتى المطالب تتضح وتتجلى جميلا لدى العقل ده. فهو ملتفت والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا يعني أنتم خرطتم بين بين النظم التكويني والنظم التشريعي الحسن القبح أولا في النظم التشريعي النظم التشريعي القيم تتعين بإلزامات يعني الإنسان هو الذي يمارسها ليس الله وباختياره فتنسب إليه ثانيا إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة يعني هذا دليل ثانية إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا آه كذلك خلط بين التكوين والتشريع في نظام التشريع ما معنى للمغلوبية لا معنى للمغلوبية والغالبية لماذا لأن طبيعة التشريع قد يتمرد الإنسان لأنه مختار إذا تمرد على الأوامر الإلهية يعني الله تعالى مغلوب أم هو وقع في سوق في 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 الضلال والغاوية لا معنى علاقة بالله تعالى يعني أنت الآن الأستاذ في الدرس يقول أنتم تجتهدون فتنجحون ما ما تمرد ما ما اجتهد يعني الأستاذ مغلوب إذن الأشعار هنا ليست واضحة في ذهنه مع معنى معنى القيم التشريعية أو القيم الأخلاقية ليست واضحة مع الأسف الشديد في ذهنه ونحن الآن مازال ندرس هذه الخرافات مع الأسف الشديد نعم في الغرب يدرسون فقط الجديد ما هو حاكم على المجتمع والقديم يروحون يدرسوه في تاريخ في تاريخ سياقه. يستفيدون يستفيدون من تاريخياتها لا يعني أنك أنت لا تدرس الكشف المراد لا تدرسه الآن يعني أنا أتعجب يتركون الحلقة الثالثة يدرسون الكفاية أنا شخصيا أتعجب لأن بين صاحب الكفاية وسيد الصدر مباني عميقة جدا حدثت للنائيني للكومباني ل... المحقق العراقي ولغيره وغيره شيخ الانصاري و ممكن الشيخ الانصاري قبل صاحب الكفايه المهم في مباني جديده سيد الخوئي فلان سيد الامام هذه المباني والسيد الصاد كذلك له مدرسه هو فانت تدرس الحلقات وتجعل شروح الكفايه كتاريخ وتطالع لا باس اما ان عندك تتاخر عن زمانك هذا غير إيه صحيح يعني أنا أعطيك لب المطالب القوية والعميقة فتتربى آه ذهنيتك على هذه القوة فأنت إذا طلعت مباني لا شيء سريع أن تكتشف أنها لا شيء ساذجة حمقى نعم نعم يقول إيه إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر نحن نشاهدها كثير من الكفار يعني لم يلتزموا أصلا لم يؤمنوا لازم أن يكون الله تعالى مغلوبا يعني على مبنى الأشاعرة لما أمر الله تعالى الشيطان وهو كان طاووس الملائكة لم يكن شيطانا في ذلك الزمن أمره بالسجود لآدم هذا السجود التشريفي وليس السجود العبودي وتمرد وقال انا لا على مبنى الاشاعره الله مغلوب يعني الشيطان غلب الله تعالى والله كلام عجيب اذ من يقع مراده من المريدين يعني الله الكافر هو الغالب والجواب ان هذا غير لازم لان الله تعالى انما يريد الطاعه من العبد على سبيل الاختيار انظر هنا العلم الحليف فكك الامر اولا قال نحن لسنا في نظام التكوين ثاني نحن في نظام التشريع في نظام التشريع يعني الزامات معنى الالزامات ان يكون الانسان ماذا؟ مختارا. ومعنى كل انسان مختارا يعني قد يفعل وقد لا يفعل ولا علاقه لها بالمغلوبيه لان يعني هذا النظم التشريعي النظم التشريعي في الحكمه الالهيه هكذا يعني يعطي فرصه للانسان حتى يكون كريما. لا يكون كريما يكون حقيرا هذا شانه. نعم. آه والجواب ان هذا غير لازم لان الله تعالى انما يريد الطاعه من العبد على سبيل الاختيار، يعني نحن في النظم التشريعي طبيعه النظم التشريعي تعطي فسحه للانسان حتى يبرز حسن اختياره، حسن نيته ويكون يكون كريما، وهو, وهو انما يتحقق باراده المكلف، كما بيناه نحن. ولو اراد الله تعالى ايقاع الطاعه من الكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار او اجبار لو وقعت يعني هذا أول قال لو تفيدني امتناع يعني هذا لو اراد الله تعالى أن ان يفكك نظام التشريع هذا خطا الله تعالى لا يفكك نظام التشريع لاجل فهم الاشعري الساذج لو اراد هذا ما ينقلب نظاما تشريعيا ماذا ينقلب؟ ينقلب نظاما تكوينيا واذا انقلب نظاما تكوينيا لا معنى للطاعه ولا معنى للمعصيه في نظام التكوين، هناك نظام الاسباب والمسببات، نعم. الدليل الدليل الثالث قالوا كل ما علم الله تعالى على تعالى آه كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب يعني العلم علة تامة للوقوع وما علم عدمه امتنع فإذا علم عدم وقوع الطعام الكافر استحال إرادتها منه وإلا لا كان مريدا لما يمتنع وجوده والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل وقد مر تقرير ذلك العلم تابع هذا العلم العلم الفعلي وليس العلم الذاتي العلم الذاتي لا العلم الفعلي مرات بعض الأجوبة ليست في المستوى الله تعالى ما عنده علم تابع لان يعني العلم التابع يلزم الانطباع ويلزم يعني كالانسان لا, لا 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 ابدا الكلام هو هذا ان العلم كاشفيه كاشفيه فقط لها مدخليه في الايجاد نعم لكن يبقى الايجاد مضره مدار مضال الاختيار وليس مضر العلم العلم تنوير نعم ياتي شخص ويقول أنا لم أبصر الطريق فيأتي شخص بفانوس مصباح تتضح له الطريق هل المصباح دفعه نحو الحركة؟ لا. لما تنور الطريق وأبصر الطريق اختياره هو الذي حركه لماذا؟ لأنه عنده أغراض عقلائية هذه الأغراض العقلائية تنقلب داعيا في أفق ذهنه هذا الداعي مع الاختيار يجعلنا يجعلنا يتحرك نحو تحقيق هذه الاغراض العقلائيه هاي المساله فالعلم فلوس وليس هو العلة التامة للتحريك الله تعالى يعلم بذاته يعني يخلقها يخلق ذاته إذا كان العلم هو علة تامة للإيجاد يعني الله تعالى يعلم بذاته يخلقها يعلم بكمالاته المتناهية يجعل الكمالات لا متناية في الوجود لا هذه خزعبلات وخرافات من هذا العقل الضعيف هذا العقل الضعيف نعم اذا كل هذه الادله في خلط كبير بين النظم التكويني والنظم التشريعي وبين الجبر والاختيار ولم يفهم طبيعه النظم التشريعي او النظم القيمي النظم القيمي عباره عن نظم يحرك من يحرك من هو مختار ويتكامل لا يحرك من هو مختار منبع القيم كالله وهذا هذا النظم يتصور فيه التمرد لماذا؟ لان طبيعته الزامات ولا معنى للجبر في الالزامات يعني ممكن الانسان يتمرد هذه طبيعه الالزامات اما طبيعه العلل والمعلولات يعني نظام القضاء والقدر الهدايه التكوينيه العامه هناك لا معنى للعصيان لا معنى للشيطان لا معنى للقبيح هناك كله خير وجمال بالمعنى الخير بالمعنى التكويني الميتافيزيقي والجمال بالمعنى التكويني والايل الميتافيزيقي المساله السادسه فان فاعلون هنا جميل في هذا الكتاب فككوا بين دائرة الجبر والاختيار ودائرة القضاء والقدر فككوا بين الأمرين القضاء والقدر أين يأتي؟ يأتي في المسألة الثامنة في القضاء والقدر هنا فإن فاعل يعني الجبر والاختيار والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا الضرورة هنا نكتب الضرورة ضرورة شهود من حيث الإنسان يعني يشاهد نفسه تبادر عفويا وهذا هو الاختيار ومرة نفسر الشهود الضرورة هنا ليس بالشهود ضرورة يعني ما تقتضيه الحكمة الإلهية في باب القيم التشريعية أو الأخلاقية حتما يكون الإنسان مختارا إذا لم يكن الإنسان مختارا فالنظم القيم بشقه الأخلاقي والتشريعي يصير لغوا فتكون الضرورة حاكمة على أن الإنسان يجب أن يكون مختارا حتى هذه الحكمة لا تنقلب لغوا هكذا نفسر الضرورة ضرورة من جهة الله تعالى طبيعة النظم القيمي التشريعي أو الطبيعي لا فرق أن يكون الإنسان مختارا إذا كان الإنسان مجبورا فهذه القيم لا معنى لها، فالحكمة الإلهية تنتفي، إذا هنا ضرورة أن يكون الإنسان مختار. الضرورة من الإنسان أن يعني يشاهد نفسه في داخله يبادر عفويا، يعني ما في قوة خارجية تدفعه نحو الفعل. فهمنا ما معنى الضرورة؟ سجلها جيدا. المسألة السادسة فإنا فإنا فاعلون والضرورةُ بشقيها ضرورة التي تتصل بحكمة الله تعالى تشريعية والأخلاقية يعني القيم قاضية حاكمة باستناد أفعالنا طبعا الأفعال الإنسانية هنا الأفعال التي لها قوامان العلم والاختيار باستناد أفعالنا إلينا إلينا جر ومجر متعلق باستناد إذن هنا الكلام عن ماذا عن الاختيار أقول اختلف العقلاء هنا فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعاله نفسه يعني والإمامية أين الإمامية الإمامية أحسن يقولون بالأمر بين الأمرين يعني بما أن النظم القيمي يستدعي الاختيار فعندنا حكمة من هنا يعني عندنا ضرورة من حيث الله تتصل بالله حكمته التشريعية والاخلاقية وعندنا كذلك ضرورة في الانسان وهو ان يكون مختار اذا عندنا امر امران امر انساني وامر الهي الامر الانساني يعني يتصل بالانسان اختيار ومن الله تعالى القيم امر بين امرين يعني هذا الاختيار يجب ان يكون في ذات القيم فالجبر ينتفي مطلقا التفويض معناه عندك اختيار ولكن لست في دائرة القيم مش مرسل مفوض مرسل هكذا يجب أن نفهم هذه المسألة الجميلة والرائعة قالوا اختلف العقلاء لأن التطبيق طويل والوقت انتهى خليها إلى الحصة القادمة إن شاء الله واللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد و محمد